طب انا عندي اسئله سريعه جدا وعايز يعني سؤال وجواب. ايه رايك في الكره المصريه دلوقتي؟ في حاله انعدام وزن. انت راضي على التعصب اللي بيحصل على الساحه الرياضيه؟ بتات النهائي غير راضي. رايك ايه في منتخب مصر الفتره الاخيره؟ يعني الفترة الأخرانية كان في تخبط جامد، مش عارف أقولها إزاي، يعني كان يعني أنت يعني أنت مش عارف، راضي، مش غير راضي بصراحة، غير راضي. يعني مش ده منتخب مصر، مش أنت ده شايف إن منتخب إحنا ممكن نوصل كأس مش عالم؟ ده منتخب مصر بتاع 2010 و8 يا و6 سلام، و... أحلى كورة وأحلى نتائج، وجماهير وإيه ده إيه ده؟ وكأس القارات لما لعبت مع البرازيل وكسبت إيطاليا وبتاع الكلام ده. النهاردة أنت بتلعب مع فرق بتكسبها، يعني لو كسبت بتكسبها بتضلين يعني. انت شايف ممكن نوصل كاس عالم؟ والله باللي بيحصل دلوقتي ده انا متخوف، يعني انا في حاجه معلش، يعني مش انا عندي مهاجم هداف الدوري والنادي بتاعه وجايب جوليل، وبعدين ابص ان هو مش موجود في شايف طب انا مش عارف الاختيارات دي، الاخيره دي. دي انا مستغربها، دي ما تخبط ده. طب يعني طب مين الراجل جاي مش عارف؟ طب مش في ناس ما معاه؟ هي لا دي بقى اللي احنا بنتكلم مش في فيها. ناس عارفين مين ده، يعني يدوله المعلومه يعني الصح. انت مش راضي خالص عن اللي بيحصل. لا انا مش راضي، ما اصل حاجه واضحه زي الشمس، واحد في هداف الدوري والماتش الاخراني جايب جولين، طب انت عاوز ايه تاني؟ يعني انا مسمي شريف دوت من مواليد ال 18 زي متعب كده. ايوه متعب ده كان دي من حتته. مواليد ال 18، حسام حسن كان كده، وحسام والولد ده ما شاء خطيب الله كان شريف كده. كان كده، طبعا. يعني شريف كده يعني انا مش فاهم انا. فدي واحد من الحاجات اللي الواحد طيب يعني مين اللي بيعجبك من اللاعبين الحاليين اللي انت بتشوفه بتقول ده لعيب سوبر ستار؟ مش عارف، ما في وقت عندك؟ يعني مش شايف حد دلوقتي؟ لا في بس مش يعني مش السوبر ستارز، لعيبه عاديه. طيب مين اللي انت اللعيب اللي بتشوفه تقول ده محمود الخواجه اللي هيطلع الفتره اللي جايه؟ اللي هيطلع ولا اللي او اللي بيلعب دلوقتي. هو طارق حامد، يعني يعني انا يعني قريب من كبرني اللعبه. شويه، يعني يعني انا كان عندي الحته دي، يعني الاصرار انك تبقى قد بحماس بقوه بتلعب، يعني انت بتشوف طارق حامد، عندك غيره على فرقتك بتشوف نفسك في طارق حامد. يعني. يعني طيب شخصيات في حياتك كده كل واحد، كابتن حلمي زموره تقول عنه ايه؟ ده ابويا هو وكل حاجه، كابتن حماده امام، اخويا الكبير طبعا، الكابتن صالح سليم. ده اقول ايه عليه؟ والله لساني يعجز اقول عليه ايه، لعيب كوره ومدير كوره ورئيس نادي فوق الوصف، كابتن عبد الصالح الوحش، استاذي كابتن الخطيب، حبيبي وصديقي وزميل واخ وكل حاجه، كابتن محمود خطيب. طيب